بعد يوم قاس على شباب استذكروا نكبة فلسطين بمرارة الغاز المسيل للدموع عقب فض اعتصامهم بالقوة، وقف شباب ونشطاء سياسيون أمام وزارة الداخلية الأردنية للتعبير عن إدانتهم لما فعلت قوات الدرك بهم، لا سيما ملاحقتهم حتى بعد مغادرة منطقة الاعتصام، وتساءلوا عن ما سموه ازدواجية الحكومة في الحديث عن عدم التفريط في حق العودة لفلسطين وقمعها لمظاهرة تطالب بالحق ذاته. بعبر عن تناقض الخطاب الرسمي، تب تحكي انه هم يعني سطحونا وهم بيحكوا عن الوطن البديل وحق العودة، ولما طلعوا الشباب يعبروا عن هذا الموقف قابلوهم في الغاز المسيل للدموع والهروات والرصاص الحي. تكررت الاعتداءات التي تقوم بها قوات الدرك ضد المتظاهرين السلميين، وتكررت في مواجهتها التنديدات، ويطالب المعتصمون هنا بوقف تلك الاعتداءات. لم تكتفي قوات الدرك بفض مسيرة العودة في منطقة الكرامة بذكرى النكبة، بل لاحقت المتظاهرين وكسرت زجاج سياراتهم وحافلاتهم، ويبحث مشاركون في المسيرة عن إجابات سياسية لأسباب ما جرى. وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان كشف غياب التنسيق بين الحكومة وأجهزة الأمن حيال المسيرة التي كان من الممكن أن تنتهي بشكل سلمي على حد قول الوزير. المشاركون الأتراك عادوا إلى بلادهم بعد خسائر مادية في حافلتهم وإصابات شملت بعضهم، غادروا الكرامة عنوة ومكثوا لساعات في المستشفى ثم إلى تركيا. أكثر أهمية من جراحهم كان سؤالهم عن سبب منع مسيرة العودة وإنهاء المشهد على طريقة قوات الدرك. ما هي غلطتي؟ ماذا فعلت؟ أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وأدافع أيضا عن حقوقه في التخلص من الاحتلال الإسرائيلي وتكريس حق العودة، فهل هذا مشروع أم غير مشروع؟ استخدام الدرك للقوة المفرطة ضد متظاهرين وكذلك صحفيين مضى عليه سنوات، فقبل 30 شهرا كان محيط السفارة الإسرائيلية مسرحا لاعتداءات بالجملة، شكلت لجان للتحقيق لم تظهر نتائجها حتى اليوم. ويقول قانونيون إن إدانات مؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان لا تغير الكثير، معتبرين أن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة سببان في تكريس الوضع على ما هو عليه. حسن الشوبك، الجزيرة، عمان.